ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في شؤون الاستيطان الدكتور خالد معالي. الدكتور خالد، أهلا ومرحبا بك. إذا ما تحدثنا عن اشتعال المعارك أو المواجهات أو الاستفزاز إن صح التعبير في الحرم الإبراهيمي، يعني يا ترى ما هو أو ما هي الأهداف من ذلك، وهل بالفعل قوات الاحتلال حققت أهدافها؟ نعم، يعني استهداف المستوطنين أو الجماعات المتدينة من المستوطنين للحرم الإبراهيمي وأيضا المسجد الأقصى ومناطق أخرى في الضفة الغربية، هذا يشير إلى أن هناك مغالاة من قبل المستوطنين، وهناك حالة استعار من قبل المستوطنين للسيطرة على الأماكن المسلمة المقدسة سواء في الخليل أو القدس المحتلة أو بقية المناطق. بن غفير يعني أوجد حالة من المغالاة ويطالب ويسعى للسيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية بحجة أو بمزاعم كاذبة وفبركات أنها تعود لهم أو للديانة اليهودية وليست للديانة الإسلامية. كل هذا يعني فبركات وأكاذيب يحاولون من خلالها صناعة تاريخ مزيف في فلسطين التاريخية، وبالتالي المستوطنين نرى أنهم صعدوا مع نتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال من عمليات الاعتداء سواء في الحرم الإبراهيمي، رأيناهم بالأمس يعتدون جهارا نهارا على المواطنين في مدينة الخليل ويدنسون الحرم الإبراهيمي وكانوا بالمئات والآلاف، طبعا هذا بحماية جيش الاحتلال. أيضا مارسوا اقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى، وهناك أيضا مصادرات وتجريف لأراضي. يعني أفهم من كلامك، هل مازرة الخيام منصوبة يعني حول أو محيط الحرم الإبراهيمي؟ يعني هل ما زالت الاستفزازات مستمرة؟ نعم، هي الاستفزازات تكون يعني تقريبا كل يوم سواء في المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي أو أماكن أخرى مقدسة إسلامية في الضفة الغربية، لكن يلاحظ أن في الفترة الأخيرة هناك استفزازات أكثر، اعتداءات أكثر، تدنيس للأماكن الإسلامية أكثر، تصريحات مغالاة من قبل قادة المستوطنين مثل بن غفير الذي هو يعني يستوطن قلب مدينة الخليل ويقول أن هذه الخليل يعني لا تتبع للفلسطينيين، بل وأن مكان الفلسطينيين هو أصلا في الأردن. وبالتالي هناك يعني حالة مستعرة لدى قادة المستوطنين وبعض قادة الأحزاب في دولة الاحتلال من أجل عمليات التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأماكن المقدسة هنا. طيب الآن في مثل هذه الحركات، الآن يعني المستوطنون لا يقفون طبعا مكتوفي الأيدي، هناك حراك شعبي كبير يعني لا يقل ضراوة عن الانتفاضات السابقة. الآن بعد تنصيب نتنياهو يعني مرة أخرى، يعني كيف تتوقع مستقبل الأيام، مستقبل هذه الانتفاضة إن صح التعبير؟ نعم، يعني نتنياهو أريد أن أشير هنا إلى أنه كتب كتاب بشكل واضح عنوانه مكان تحت الشمس، ويقول أن مكان الطبيعي للفلسطينيين ومكان إقامتهم هو في الأردن وليس في فلسطين التاريخية، وأن فلسطين هي يعني تتبع مملكة يهودا، وبالتالي يريدون إقامة دولة إسرائيل فوق فلسطين بالقوة وبالدعم الغربي اللامتناهي من قبل أمريكا، وبالتالي ستشهد حقبة نتنياهو القادمة ضغط كبير على الفلسطينيين أكثر. طبعا الفلسطينيين لا يسكتون ولا يصمتون عن حقهم، وسنرى هناك مقاومة أكثر من قبل الفلسطينيين لمواجهة وتحدي الاستيطان والمغالاة ويعني لبرنامج حكومة نتنياهو المقبلة، والذي هو معلن ورأينا بداياته كيف يدنسون الحرم الإبراهيمي بالمئات والألوف وأيضا يدنسون المسجد الأقصى وأيضا يقومون بفعاليات. طيب الآن دكتور خالد يعني مثل هذه التصرفات وعد يعني الازدواجية في التعامل بالنسبة للتعامل العالمي مع القضية الفلسطينية، ما الذي يمكن القيام به في الأيام القادمة؟ نعم، يعني كما تفضلت هناك ازدواجية في التعامل العالمي مع القضية الفلسطينية، فنرى كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يطبق فيها قرار واحد لصالح القضية الفلسطينية، بينما رأينا قرارات كثيرة تطبق لصالح الدول الغربية وأطماعهم الاستعمارية. رأينا أن نتنياهو يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكافة الشرع والوثيقة الدولية بالحماية الأمريكية اللامتناهية له، وبالتالي يعني حقيقة فلسطينيا حتى نواجه هذه الازدواجية يجب أن يكون هناك تكثيف للجهود الدبلوماسية وتكثيف للدعاية الخارجية
من أجل يعني مع يعني كشف حقيقة الاحتلال للعالم الغربي تحديدا، وأيضا بزيادة المساعدة أو التعاطف والتعاضد مع الدول العربية والإسلامية من أجل حماية المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى لا يخص فلسطين وحده بل الأمة الإسلامية كلها، كل العالم العربي أيضا، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون عربي إسلامي مع القضية الفلسطينية أكثر. طيب دكتور، دكتور طالما أنت طرقت أن هذا المسجد هو للعالم الإسلامي بأكمله، إذا هناك يعني رفع الأغاني والأصوات والاستفزازات يعني الموجهة طبعا التي تنتهك حرمة الدين الإسلامي في هذا المسجد، يعني هل تتوقع أن تنخرط مثلا قوات الانتفاضة بشكل عام مع والمتظاهرين مع قوات الاحتلال؟ هل تكون هناك اشتباكات يعني نظيرا لمثل هذه الاستفزازات؟ نعم، يعني هناك استفزازات كثيرة جدا وتطاول وتهجم، أحيانا يشتمون نبينا صلى الله عليه وسلم، أحيانا يسبون الإله، لا أحيانا ويقيمون صلاة أو يشربون الخمر داخل الحرم الرحيم أو المسجد الأقصى، ويؤدون صلوات تلمودية يعني، وكلها خزعبلات، ومن أجل يعني إثبات أن هذه يعني هوية دينية يهودية وليس إسلامية. طبعا الفلسطينيين يعرفون أن هذا كله كذب وفبركات من أجل يعني صناعة تاريخ ودين وهمي غير موجود في المسجد الأقصى والمسجد الحرم الإبراهيم. بالتالي الفلسطينيين حقيقة يتصدون بكل بسالة لهذه الأكاذيب والفبركات، ويتحدون المستوطنين. لكن كما ذكر الدكتور بأن الفلسطينيين لوحدهم أو مواجهة الفلسطينيين لوحدهم لدولة الاحتلال لا تكفي، لابد أن تكون هناك يعني يكون هناك تكاتف دولي عربي على وجه التحدي. شكرا جزيلا لك دكتور خالد معالي، كنت معي عبر سكايب.